الرحمن الرحيم. لا أدري لماذا نحن متأخرون في بناء الدولة. ضعف الإرادة السياسية لدينا واضح جدا. كثير من الأمور تحتاج فقط لإرادة سياسية قوية. ما الذي يمنع بناء المؤسسات وقيام القضاء؟ حتى بتنا كأن هناك حكومة في الخفاء، أي حكومة ظل كما تسمى في السياسة، هي من تدير الأمر ومن تدبره. يبدو أن خطط ألف وباء بدأت بعد فشلهم عسكريا في إسقاط الثورة، فلجأوا إلى إضعاف المؤسسات ووضع العراقيل في طريقها حتى لا تختلف دولة المؤسسات على دولة العسكر والإجرام. حكومة الظل هذه هي الأداة الفعالة لأعداء قيام الدولة، وهي من تنفذ الخطة تلو الخطة مقابل أوهام لا تقف في وجه الشعب عندما يثور عليها. البنية التحتية، الأمن والأمان، المعيشة العزيزة الكريمة، الإرادة الحرة وحرية الرأي، كل هذه لا تحتاج لقوة عسكرية، بل تحتاج لإرادة سياسية قوية. أشياء كثيرة طالب بها العالم من ثورتنا، بل اعتبروها عقبة في طريق الدولة الحديثة، منها وعلى رأسها كثرة السلاح المنتشر وكثرة الثوار بدون انضباط تحت مؤسسات عسكرية رسمية. وعندما أراد الثوار الأبطال حل هذه المعضلة ودحض حجتهم وطالبوا بالانضمام للمؤسسات العسكرية وتحت أي مسمى، المهم أن يكون لهم رقم عسكري ورتب حقيقية، نتفاجأ بمن كانوا يحذرون من الثوار ويقولون عنهم أنهم ليسوا رجال دولة ولا تهمهم الشرعية الدولية. نتفاجأ أنهم رفضوا الثوار، بل كذبوا وراوغوا في هذا المطلب من الثوار. إذن القضية ليست بحثا عن الدولة ومؤسساتها، بل هي القضاء على الدولة والوقوف في وجهها كي لا تقوم على أساس الإرادة الحرة وامتلاك الإرادة. لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم، أهلنا في الشرق وأهلنا في الغرب وأهلنا في الجنوب. نرحب بكم في برنامجكم إشراقة وطن، نقول لكم أهلا وسهلا، وعلى بركة الله نبدأ الحلقة. وحلقتنا كالمعتاد نبدوها بالرسائل، وعندي رسالة الأولى فيما أظن أنها مهمة شوية. نبي نعرف الحراك السياسي الدبلوماسي اللي توه ساير، وعقيلة صالح من غادي وروسيا من غادي وكذا. هل الحركات القوية جدا والمستعجلة واللي لابد تدير حل، هل جاءت من أجل انتصارهم هم ولا من ضعفهم؟ أظن من انتصارهم، لا طبعا جاءت من ضعفهم. كويس، استجابتنا نحن لهم يعني وتعاطينا معهم في الحوار وفي المفاوضات، هل جاءت من ضعفنا ولا من انتصارنا؟ المفروض انها تجي من انتصارنا. نحن لما افشلنا المخطط متاعهم وهو احتلال العاصمة او دخول العاصمة، وبالتالي سيتغير نظام الحكم الى نظام عسكري ديكتاتوري بسيطرتهم على العاصمة، صح؟ نحن أفشلنا هذا المخطط، إذا نحن انتصرنا أو منعنا، بالأصح منعنا تغيير نظام الحكم بالكامل والسيطرة على ليبيا عسكريا. ما دام نحن منعنا وأفشلنا هذا المشروع إذا نحن انتصرنا.
رغم أن نص بلادنا محتلة من قبل النظام العسكري، من قبل الإنقلابيين، محتلة من قبل الإنقلابيين، لكن مع ذلك نعتبروا انتصرنا. وما دام نحن انتصرنا، لما لا، ليش ما نذوقوش طعم الانتصار متاعنا؟ كيف يكون يا سيد طعم الانتصار؟ طعم الانتصار نذوقوه بالشروط اللي نحطوها على الطاولة. طعم الانتصار نذوقوه فعلا لما نحيوا دماء شهدائنا، لما نحيوا دماء أبنائنا، لما نحيوا المطالب اللي ماتوا عليها شهدائنا. هذاك وين فعلا نذوق طعمة الانتصار ويتريح أبنائنا أو أبناؤنا في قبورهم. ليش نحن ما نبوش نذوق طعمة الانتصار؟ ليش دائما واخذين خط تنازل 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 تنازل، رغم أننا نحن جربنا 5 سنوات ونحن نتنازل، 5 سنوات ونحن نغض البصر، 5 سنوات ونحن نعلم ما يحاك لليبيا وما يراد لليبيا من انقلاب عسكري مدمر خراب، ومع ذلك مواطنين يقولوا لا بلك الموجة تعدي، بلك نقدر نحصلوا عليهم ويقعدوا تحت الحكومة المدنية وبعدين اللي هذا خط. وما نبيش نقول يعني حليخ حاجه، لكن خلونا نقولوا اجتهاد يا سيدي. باه اجتهاد كم هذا؟ بعد 5 سنوات شو مبين لكم؟ مفروض ما تكبروش يعني. مفروض تقولوها واضحه ان اجتهادنا اللي اجتهدناه طلع غلط. باهي ما دام طلع غلط، ليش نحن مصرين عليه اخرى؟ ليش بالضبط؟ ليش مصرين؟ الناس قاعده تجري في جردكم في الليل وفي النهار بدليل انتصرتوا عليهم ومنعتوهم من إكمال مشوارهم وإكمال مخططهم. إذا لابد أن نتعامل معهم بنية أو بنفسية المنتصر. وإحنا عارفين في السياسة وعارفين في العالم كله أن المنتصر هو اللي يضع الدستور، أي يضع هو الشروط. دول الحلفاء لما انتصرت على ألمانيا هي اللي حطت الشروط، ولا مش مظبوط؟ هكذا التاريخ يقول. نحن جزء يا سيدي بسيط، منعنا هذا المخطط، مفروض عندنا شروط نتكلم بها، مش مجرد ما يقولوا هاي توكلوا على الله ونمشوا نجاروا. بين نجاروا شو نديروا نحن؟ مفروض هم اللي يجروا في جرتنا، هذا الطبيعي. ما تقولوش والله هذا تعنت وهذا خراب وما يبوش راحة البلاد، لا، أنت ضحيت راك. أنت اللي وصلتهم لهذه المرحلة أن يجروا في جرتك ولا يبد يديروا معك حل. دفعت ثمن، أنت دفعت آلاف من أبنائك، بهي تدفع آلاف من أبنائك في صد هذا العدوان، ولما جيت بتجني هذه الثمرة، ثمرة صد العدوان، التنازل وكأنك خاسر أنت المعركة وكأنك منهزم في المعركة. يعني تصور لو هم نجحوا في دخولهم للعاصمة، هل ما زالوا بيفكروا يبي يتنازلوا ولا يبي يفتحوا معانا حتى حوار اصلا؟ لا والله، لا والله ما هم فاتحين معك حوار، بدليل هالاتفاقيات اللي دارت الامم المتحده واخرها اخرها مؤتمر دامس وبرلين قبلها وباليرمو وقصص طوال وباريس، وكل ضربوا بين عرض الحائط وارادوا ان يدخلوا العاصمه بالقوه. الشاهد في الحديث ان نحن رانا في وضع انتصار، بدليل انهم هم يبحثوا علينا ويبدوا معنا مفاوضات. فلا بد ان نذوق طعم الانتصار بوضع شروط لاقامه ثوره فبراير ولاقامه ليبيا الحديثه والمؤسسات والقضاء وحريه الاختيار وامتلاك الاراده والانتخابات والدستور. دوله نبغى نقعدوا بنا ادمين. لعن دمتم احنا نجروا في جره الهرواكه هذيما اللي لا يبوا دوله ولا يبوا قضاء ولا يبوا مؤسسات، يبوا خازوق من جديد عسكري يحكمهم من جديد ويسيم الحكايه. رجاء رجاء يلي قاعدين في المشهد، بصراحه اقروا المشهد صح، اقروا المشهد صح، الله يبارك فيكم. نسال الله سبحانه وتعالى ان يصلح حالنا. رسالتنا الثانيه، حدث اليوم حدث، وشنو الحدث؟ وقد يكون مربوط بالرسالة الأولى. الحدث هو إطلاق سراح لعويلة الصغار اللي مسكوهم لما هجموا
في 4-4 لما هجموا على الزاوية مش تم أسر مريتوه هذه الصورة متاح تم أسر الشباب صار كلهم تحت 18 سنة هذه من العلم كاميرا صحيح هم تحت 18 سنة لكن جايين بيقتلوا هم جايين بيمكنوا الحفتر ما نقدرش نغطوها هذه جايين وهالهم دزينهم من غادي ان نحن عاصمة مسيطر عليها من قبل الإرهابيين والدواعش وهذا كل كلام كيف هذا والكتائب اللي تسرق في الأموال وكذا هم جايين يبي يطهروا ليبيا ويبي يقيموا دولة نظيفة وكذا وقعوا في الأسر هؤلاء بيشين القصة تو يطلق سراحهم على أي أساس أول شيء وارد طبعا يعني طلاق السراح هذه يعني قوانين عالمية رغم أنهم هم ما ينظروا للقوانين العالمية ولا ينظروا للأسرة بدليل أنهم هم يمسكوا في الأسرة متاعنا ويقطعوهم ويقتلوا فيهم ويعذبوا فيهم وما فيش حاجة ما يديروا والفيديوهات قاعدات شهدات وجرائم الحرب والقتل وهم مكتفينهم وهم كذا وكذا ومع ذلك نحن قلنا يا سيدي تبوا تمشوا بالقانون العالمي باي شنو المقابل أنتوا عندكم راه نساء غادي عندكم نساء في الأسر في غرنادة في نساء وفي شباب صغار وفي مشايخ وفي عسكريين جميع الأنواع موجودة غادي فمفروض يعني إذا كان هم 10 منهم نحن نطلبوا 20 أو 30 من اللي غادي وإذا كان أنا 30 نطلبوا 100 و150 لأنهم هم مجرمين ما عندهمش هذا الأمر الآخر إذا كان نحن وارد عندنا إطلاق سراح الناس بين الناس اللي عندنا هنا اللي ممسوكين نحن من يعني من شباب المنطقة الشرقية وأيا كان نوعيتهم أنا ما نقول أطلقوا سراح كل واحد لا 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 مش هذه الدولة اللي نبوها نحن نبو دولة القانون نبو هؤلاء المساجين يعرضوا على المحاكم ويقعد عندهم محامي واللي مدان يدان ويحاكم ويقتل حتى القتال إذا كان الحكم بتاعه جاء قتل أو إعدام عندناش مشكلة إحنا المهم إنه يعلو صوت القانون هذه ما طقوش شهور توا بل أول ما مسكتوهم على طول اتصلوا بهالهم وقال لها تفضل بالك تبي شي حاجة ولا نين اللي في البداية بيشيل معنى الأسرى اللي عندنا نحن أو المخطوفين أو المسجونين يخطف في الليل وكذا وزوار الفجر ويو تاخذوا بعد شهر ولا شي حاجه بيستسمع علينا قاعد المكا الفلاني ليش الكلام هذا؟ راهي والله لا تؤسس دوله بهذا الشكل والله مهما اظهرت من قوه ومهما اظهرت من شراسه ومهما اظهرت من جبروت تبي تحقق الامن والله ما يتحقق الامن وخلونا نستفيدوا من 40 سنه اللي فاتت لا يمكن يتحقق الامن بهذا الشكل لا يتحقق الامن الا باعطاء الامان الى الناس بإشعار الناس بالأمن والأمان هذا كون يتحقق الأمن غير ذلك كلام فاضي فأرجو أن نلتفت لهذه هذا الحدث ونخذوه بعين الاعتبار ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح حالنا حلقتنا اليوم حقيقة مجموعة الفيديوهات هذين شنو يقولن يعني كل فيديو يحكي في مجال معين لكن بصفة عامة تعطينا الصورة اللي قاعد عليها المنطقة الشرقية أو حقيقة برقة إن صح التعبير شنو ساير فيها فيديوهات غريبة واحد يشرق واحد يغرب واحد سياسي واحد اجتماعي واحد يكذب والآخر أكذب منا ولخبطة وخزعبلات يعني حيلا خبطنكم شوية لكن خلونا نشوفوا مع بعضنا فضل يعني روسي روسي الروس من شو اسمه من مواقفهم مع العرب الحقيقه الروس اذا كانوا بنجون مواقفهم من السد العالي هم اللي استعدوا جمال عبد الناصر الله يرحمه وسلحوا الجيش المصري باش قاتل بالسلاح الروسي قاتل الصهيونيه في والسلاح الليبي كان سلاح روسي والروس كانوا في كامب الروس في ودربوا الجيش الليبي يعني الروس حقيقه ما عمرهم ما اعتدوا علينا من قبل ما اعتدوا علينا هم الوحيدين في المنابر الاعلاميه لما يتكلموا عن القضيه الليبيه يقول لك تدخل الناتو كان غرضه وقال شنو اسمه هذا اليوم سمعتني لابروف لما تكلم على المساله الليبيه كتبت بعض النقاط
اللي ذكر فيها ان ما تعرضت لليبيا او ما يحصل في ليبيا نتيجه لخرق قرار مجلس الامن من قبل الناتو، لم يكونوا مهتمين بالشعب الليبي وراهنوا على طرف واحد ونعتبرها جريمه من قبل الناتو. وهذا كلام من يقول في جريمه؟ من يقول إدارة الناتو جريمة؟ روسيا الوحيد دولة الوحيدة اللي تكلم بها المنطقة. أنا من شايف هذا وين هذا أول مرة نشوفوه نحن على العموم، وهذا وين صنفه عند مسيلمة، الفئة متاع مسيلمة ولا فئة بالعيد الشيخي؟ ولا المهم انه هو روسي اكثر من روسيين. روسيين هذا مال عمه زمان جمال عبد الناصر الله يرحمه قال. اللي ما زال في واحد يترحم على عبد الناصر توه قصه كبيره بالكل بصراحه. يعني هل محاوله الانقلاب الفاشله اللي داروها هذه في برقة في المنطقه الشرقيه تخليكم تقلبوا عياركم بالكامل 180 درجه لدرجه ان تريدوا تمدحوا في الروس؟ الروس قال عمر ما داروا لنا شيء، قال عمر ما اعتدوا علينا. لا اله الا الله محمد رسول الله. بالله عليك الروس اللي داروه في قنفوده ولا داروه في درنا ولا داروه في برقه بصفه عامه، وبعد اختموها لك بطرابلس والفاغنر والتفخيخ للبيوت وقتل الاطفال والدمار والخراب، ما داروا لنا شيء الروس. والنيتو اللي جاي عن طريق الامم المتحده وجاي سخر الله سبحانه وتعالى في هذاك الوقت باش يمنع عنا الدمار والخراب، باش يمنع عنا 19/3 الرتل اللي جاي بياخذ التمام العسكري نتاعه من بنغازي ياخذه في درنا، او يبي يصبي في بنغازي يحق درنا، يعني يبي يمسحها كلها. اتدخل النيتو كان جريمة تدخلها، هذا في رأي من؟ رأي الروس. يعني الروس ما داروش شيء لا للمسلمين ولا للليبيين، ما داروش شيء في روسيا، ما داروش شيء في سوريا، توا قاعدة الدماء تجري في سوريا المسلمين العرب، وما داروش شيء الروس. كان جريمة النيتو لما دعم طرف على طرف، ولما دعمت الإمارات ودعمت مصر ودعمت فرنسا ودعمت روسيا الانقلاب في برقع، الانقلاب العسكري بقيادة مجرم الحرب قائد العملية الإرهابية المسماه الكرامة خليفة حفتر، لما دعمت هذا الطرف على طرف الشرعية وطرف الدولة وطرف ثورة فبراير، ما كانوش مجرمينه هؤلاء، ما كانوش مجرمين يا محلل يا سياسي يلي قعدت روسي أكثر من روسيين وملك أكثر من الملكيين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح. هذه راهو عينة بسيطة مما يحدث في المنطقة الشرقية، حتشوفوا حاجات غريبة جدا. تفضلوا. للأسف يعني المضحك المبكي بالأمس عندما يعني يوجد هناك تقارب روسي تركي وصاحب الملم او صاحب المناسبه غير موجود. صحيح. يتحدثون الاتراك والروس بالشان الليبي وانهم سيضعون او سيصلون الى تسويه سياسيه حقيقيه، والليبيون انفسهم غير موجودين على تلك الطاوله. ضربوا بمحادثات جنيف، ضربوا بمحادثات ابو ظبي، ضربوا بمحادثات برلين، ضربوا بمحادثات موسكو، كل هذا ضربوا بادراج الرياح، وكان الان ليبيا هي مستعمره روسية تركية. نحن نعلم جيدا أن هناك يعني خلاف روسي تركي في سوريا، ويبدو أن الروس يريدون أن يفاوضوا بأدلب مكانها في ليبيا. إيش رأيكم في الكلام؟ والله كلام صراحة تقول لك كلام عقل، كلام تحليل سياسي قوي، مضحك مبكي. قال الدول المشهد في ليبيا أصبح بين روسيا وتركيا يتناقشوا، وصاحب الملم صاحب الفرح على الجولة صاحب اللمة اللي هم الليبيين غير موجودين. باه يا ابن الحلال، من السبب في هذا؟ خلوكم رجالة وزيدوا خطوة لقدام شوي، من السبب في هذا؟ مش كان عندنا حاجة اسمها ثورة فبراير؟
وبفضل الله سبحانه وتعالى اقتلعت جرثومة العصر وأخذت بثأر الشهداء وثأر الأبناء وثأر الآباء وثأر الأطفال ونزعت هذه الجرثومة الخبيثة من ليبيا الطاهرة. وبعدها شو صار؟ جيتوا أنتوا يا انقلابيين وطلبتوا دعم كل الدول الشريرة، كل الدول الظالمة، كل الدول المحاربة لإرادة الشعوب، كل الدول التي أقسمت على ضرب الثورات العربية وعلى رأسها الإمارات، أنتوا اللي جيتوا بهم. بعد ما من الله سبحانه وتعالى علينا وفزعونا الأتراك ودرناها باتفاقية شرعية في وسط النهار والقايلة، كوننا نحن دولة رضيت عليها ما رضيتش عليها، هذه الدولة دارت اتفاقية شرعية وبفضل الله سبحانه وتعالى أولا ثم بدماء أبنائنا اللي 6 و7 شهور وهم يقاتلوا يا جماعة أبنائنا، يقاتلوا مقابل الروس والفرنسيس والإماراتيين والمصرية والفاغنر وجنجويد، ما فيش ملة، فيش ملة وما جت، ومع ذلك اصمدوا أبنائنا. بعد الله سبحانه وتعالى فزعنا بهالأتراك وتم دحر هؤلاء المجرمين، وما زال مفروض المشوار يكمل لغاية ما تحرر ليبيا وإلا نحن نصبح مستعمرين. جيت أول فلاسفة يقول والله صاحب الملم مش موجود وأصبح المشهد في يد روسيا وتركيا. يا حبيبي يا حبيبي ما قلتوش الكلام هذا والطائرات بتاعتكم تدقم فينا في الليل وفي النهار، ما قلتوش وطائرات الفرنسيس تدق في قنفودة، ما قلتوش والمصرية محاصرين قنفودة ومنعوا المية على أطفالنا وعلى نسائنا، ما قلتوش الكلام هذا وانتوا تطلعوا في القبور بتاعنا، تطلعوا في النساء وتضحكوا على النساء وتتهموا في نسائنا، ما قلتوش الكلام هذا. شوف حتى هو يا مو قلت لكم حتتعبوا الليله لكن معلش تحملوني. يلا هذا فيلسوف سياسي قوي بكل حتى هاي تفضلوا. بدايه مساء سعيد اختي الفاضله، اشكرك على استضافتي ومساءكم سعيد في قناتكم موقره ويسعدني دائما الظهور عليها. تحيه طيبه لكم وللشعب العربي الكريم في مصر والشعب الليبي الكريم ولكل الامه العربيه. الحقيقة اليوم لقاء فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية مع أعيان ومشائخ وكبراء القبائل الليبية يذكرني بذلك البيت من الشعر الذي قاله الحجاج يوسف الثقفي عندما جاء إلى العراق وكانت العراق يعني فيها من الفتن ما فيها والخوارج والقتل والسرقة، وجلس على المنبر وهو يعني متلفع بعمامته فحصبوه بالحجارة ثم وضع العمامة عن وجهه وقال أنا ابن جنى طلاع الثنايا متى أضع العمامة تعرفوني. الآن يعني وضع السيسي العمامة ورد على الأبواق الإخوان وعلى البروباغاندا التي سمعناها الأيام الماضية من تركيا وأثنيكيا من حكومة النفاق، وأكد بما لا يدع مجال للشك أن الجيش المصري قادر على حسم المعركة في أيام معدودة أو في لحظات معدودة إذا تدخلت تركيا وفكرت في أن تتجاوز الخطوط الحمراء التي أكدها السيسي. السيد المبدري هذا يحلل ويقول أن صاحب الملم مش موجود، باش تقول للسياسيين متاعين كما ذمة اللي يمدحوا في السيسي، ولا السيسي صاحب وطن هذا؟ بلك صاحب ليبيا يا سيدي ما ندروش عليه، نحن صاحب قضية ولها الحق أن يدافع، إلا السيسي قاعد بطل في نظرنا وشبهناه بالحجاج بن يوسف الثقفي، وكيف قضى على الخوارج وكيف قضى على الفتن في العراق وكيف كذلك السيسي. يعني مش مصيبة هذه يا سيدي اللي تحلل السياسيين بتعينك اللي نحن منتخبينهم للأسف، رغم أن هي طبعا انتهت المدة الولاية متاعهم انتهت وهم زوروا لأرواحهم وحطوا أرواحهم بأرواحهم وعندهم الحق يكذبوا ويديروا لأنهم طاحوا في وغمة. لما هذيما السياسيين عندك يقولوا بهذا الشكل ما يبوش هم يكونوا في المشهد، لا نبوا السيسي نبوا الإمارات نبوا الروس نبوا كذا، هم اللي يصرفوا نحن معاش قدرنا.
ونحن نبو نقعدوا في الحكم. يبقى انتم زيتكم في دقيقكم وخلطتكم مع بعضكم وخلطتكم سوداء، نسال الله سبحانه وتعالى يفكنا من شركم، لكن هذا هو الوضع عندكم، انتم اللي جبتوا لارواحكم، حتى السياسيين عندكم سلموا ايديهم وسلموا عقولهم وسلموا قلوبهم اذا كان ما زال فيهم قلوب، سلموهم للبطل الثائر القاضي على الخوارج وقاضي على الفتن والقاضي على الخراب والقاضي نيس سيسي، كيف ما قضى على بلاده حتى هو بيقضي علينا على حسب راي السيد النائب ابراهيم الدرسي، يصلح الله حالنا ان شاء الله. خلونا نطلع فاصل ونرجع ان شاء الله. سيهزم الوغد مختالا بنصرته، فليس أسهل من إهلاك مختال. هذه الميادين فيما بيننا حكم، وسوف يدري الأعادي أينا الجالي. أودت ذخائرهم إلا فوارغها، فالآن يوفون مثقالا بمثقال. نرى القديم جديدا من براءتنا، وهو المعاد لأجيال وأجيال. شعب يسير برايات ملونة لدولة وقفت بالأكدر البالي. فإن تجمع بات الملك غلته، وإن تفرق أمسى رهن أغلالي. وحلة الدولة الجرباء تحرق لا تطلى بقار وإلا أعدت الطالي. أجدر بما كان يوما أن يكون غدا، فالدهر بعد خيوط فوق أنوالي. قد يلحق الذل غلابا بلا شرف، والنصر يهدى لمغلوبين أبطالي. أو تو جاني الخبر البدري حكينا عليه، إطلاق السراح 41 واحد دون سن 18 سنة يحاولوا إطلاق سراحهم من الزاوية، وهذيما اللي تولوا الهجوم وحاولوا أن يسقطوا العاصمة الحبيبة في يد مجرم الحرب حفتر. ما زلنا معاكم ونشوفوا في المشهد في المنطقة الشرقية، وسلسلة الدرسي أو سلسلة النائب المتمرد على أصوله وعلى وطنه. تفضلوا يا شباب. الرئاسة ندعوهم الآن، نحن نحكو في مجافي في الرئاسة. السيد رئيس مجلس النواب لا يريد عقد جلسة، هذا هو الكلام. أنا شخصيا كلمت وقال لي مانيش عقد جلسة بالمنطقة، وأنا مسؤول عن كلامي، أنا مسؤول عن كلامي، وصارت بيني وبينه مشادة. السيد النائب الثاني قاعد يدور في بنغازي مع الحلسو، ما بيش عقد جلسة، باش نديرو؟ تعالوا قولوا لنا جلسة يا سيدي، بكرة يوم اثنين ولا بكرة ولا لحد في بنغازي، تعالوا شوفوا كم نائب يجي، عندنا قريب 50 نائب قاعدين راجدين في بنغازي، ما بيش يجوا. أريتوا هذا المنطق وهذيما المشرعين، هذيما اللي انتخبتوهم يا ليبيين باش يحطوا لكم قانون ويديروا لكم تشريعات. قال نكلم، أنا مسؤول عليه كلام هذا، نكلم في رئيس البرلمان، نكلم في خضرة هي. نكلم في رئيس البرلمان نعقدوا جلسة، يقول لي لا ما نبيش نعقد. والنائب الثاني قاعد يتدهور في بنغازي ما عند حل سو. هذه السياسة عندكم. هذا المنبر السياسي الأول في المنطقة الشرقية. هذا اللي يخرج منه القوانين والتشريعات وشكل الدولة تطلع من هذا المكان، من البرلمان اللي قلنا لكم في حكم محكمة وانتهت مدة الولاية بتاعه وانتهاك السيادة، ثلاثة في واحد، ثلاثة في واحد، يعني ثلاثة أشياء هذين يسقطن تماما، وآخرها الاستعانة بالعدو على استباحة أراضينا الليبية. ما نظنش يعني قلنا الكلام هذا من عندنا أو افترينا عليهم، لا والله تصريحاتهم وأقوالهم، وأخذت الشناني اللي دزوهن المصر ظاهي باش يمذرحوا للسيسي غادي ويطلبوا منا النجدة باش يمكنهم باش يصمتوا البلاد بالعربي هيك، يسرقوها ينهبوها، والله العظيم لا يفكروا في سيادة ولا يفكروا في وطن ولا يفكروا في شعب، والله إلا شلة محترفة لصوص خونة عملاء يبي يبيعوا البلاد بأي ثمن، المهم أنها تنبع البلاد، ويجي السياسيين الفاشلين هذيما العملاء حتى هم
وقاعدين يتعاركوا فيما بينهم، وتعال أنا يا سيدي عقد لنا جلسة. أنت كأنك ما تبيش تعقد جلسة. أنا مسؤول على كلامي، أقول فيها في الإعلام، أنا مسؤول على كلامي، ما يبيش يعقد جلسة. والنائب الثاني اللي مفروض حتى هو يعقد جلسة قاعد يدهور في بنغازي. بالله عليكم هذا وضع بلاد؟ هذيم ناس نحط يدي في يدهم ونتفاوض معاهم ونتحاور معاهم؟ لكن أعطيني عقلك، خبر شين بك؟ تو أشوف عاد واحد أخر يلطف الله، وإن شاء الله ربي يرزقكم الصبر معانا أنتوا اليوم. هاي تفضلوا. الجيش ساري تحت طرابلس، وبعد ذلك ستكون هناك مرحلة انتقالية. هنا نبي المشير، أنا نعلم جيدا أن المشير في أول انتخابات سيكون رئيس ليبيا بدون منازع. أنا أقول لك بصادقة، وأنا لن أرضى بغير ذلك. إن شاء الله ربي يعطينا عمر وإياكم والصالحين والطيبين، ونشوفوا ذلك اليوم اللي ترفع صور مشير على ساحة شهداء طرابلس. الآن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لن أرضى بغير ذلك. أول انتخابات بعد من احتلوا طرابلس والعاصمة، ما زال فيها انتخابات بعد تحتلوا العاصمة؟ شو العقل الزايط اللي عندك هذا؟ لكن مع ذلك قال نديروا انتخابات، وأنا متأكد، قال عندي يقين، عنده فراسة يا سيدي، يعلم الله أنه عنده فراسة قوية بالكل، يلمح في الأشخاص، كي عنده لمحة أن المشير حيسيطر على الانتخابات، وحيكون بالله عليك يا سيد إبراهيم تستحق فقيه هذه؟ راجل داير انقلاب عسكري ومحتل البلاد على قولكم بخشم البندقة ومدمرها، يبي يعطيها لواحد أخرى؟ يبي ندير انتخابات وينجح واحد أخرى؟ أقول الكلام هذا؟ والله كلام ما يخش الرأس. ولن أرضى بغير ذلك، إنما يحكمش، إنما يحكم اللي حفته. المشير نعرس كما يطير إن شاء الله، نعرس كما يطير، هالرأس اللي ما فيه فايدة، راس مخمج معفن، والله ما في فايدة، كان يطير أفضل هذا. وهذا طبعا اللي قلنا لكم من قبل، قال فجروا فجروا فخوا، قاعد الرمان قال كيف حمت كيف حبات المطر، قال قلت له فجروا اللي غادي هذين ما دمروهم، المهم يحكم المشير، يصلح الله حالنا إن شاء الله، يصلح الله حالنا. تفضل يا شباب. قال يا سيدي قائد العام، من عبد الحفيظ معاك ترهوني المعرف. يا سيد القائد العام بالله عليك، انت وعلي الفرجاني والجماعه كلهم تعدوا تخشوا على الحبس، تشوفوا القضايا اللي فيه، غادي فيه دواعش غادي في الحبس مطلوبين عندنا. بالله عليك انا كنت محبوس وكنت في الحبس، ما همش مديرين معايا خير. انا نزلت منشور انت بروحك شفته، منشور معك انت ضد الدواعش، صبوا لي جماعه مصراته في الحبس، صادروا مني نقال عادل الشريف، هذا الرايد عادل الشريف مش كويس، ونيس بوعجيله مدير الحبس راجل محترم، توكل المحترمات سعيد الصعيطي، الرايد عوض الصعيطي، عندك عبد الله بوتخه، فيه داعشي غادي قاعد في الحبس كاين مع الانصاري قاتل معاهم في الليتي، وتو رد الشرطه، وكلهم جماعه في الدروع، وانا عندي نقاط عليهم وعندي ادله. دز لي محمود الورفلي ولا دز لي علي الفرجاني يجيني في الحوش، انا منعم عبد الحفيظ الترهوني المعرفي سكان حي لوحيشي، هالفساد قاعد في الحبس قسما بالله يعذبوا فيهم عذاب نفسي وجسدي يا سيدي القائد العام، والله قسما بالله، ويصادروا في النقالات منا علي سبة أننا نشهرنا عليك أنت، أنك أنت القائد بتاعنا، وهم مع الفساد، وفيه واحد حاطيننا جوا اسمه طارق الرملي، هذا عنبر 9 حجرة 5، هذا أراه أسمع داعش ومطلوب عند الأمن الداخلي، ومن قبل عنده ملف في الأمن الداخلي، وانا معاك ومانيش ضدك، ولكن يا سيدي القائد العام ارجوك تدير لنا حل، حتى المحامي العام غير لنا، وبودن هذا اللي ماسك لهني هو صلاح المغربي، هذيما قمه الفساد، عارف كيلو الفلفل الكبي في رمضان يبيعونا فيه ب10 جنيه، استغلال ونهب وسرقه وضرب تعذيب نفسي وجسدي.
لا والله يا مشير ابشر بصراحة، راه معاك الراجل هذا قالها لك، قال لك يعني معاك مش ضدك. معاك مش ضدك، لدرجة قال له حتى الفلفل راه الفلفل الكبي ولا مش عارف شو اسمه يبيعوا فيه لنا ب 10 جنيه. تصور هذا وحط صورته قدامه ورجاء قال له مش رجاء لازم تدز لي هن محمود الرفلي وتدز لي علي الفرجاني ونمشي انا وياهم للسجن. شفتوا الوضع توه؟ الحمد لله رب العالمين ما نقول كمش في كلام مروسنا. هذا الوضع، هذا الوضع اللي سائد. بالله عليكم يا اهلنا في برقة ويا اهلنا في المنطقة الشرقية، بدلتوا ثورة فبراير، ثورة الرجالة، ثورة الأحرار، ثورة الأبطال، بدلتوها بهالنماذج بهالأشكال هذه، بدلتوها. مش عيب عليكم، مش عيب عليكم. بدلتوا وسام بن حميد، وسام بن حميد اللي والله العظيم سيكتب عنه التاريخ، يكتب عنه التاريخ. شو بنقول لكم؟ بدلتوهم بهذيما. هذا اللي قاعد يهروك، هذا هذيم هم انصارك يا حفتره، هذيم هم جماعتك. وانا كتبت قال لك علي سباك انت، قال لك كتبت منشور احبسوني والله ما ينفع، وكان في وحدين احبسوك صحيح وبعض اطلقوك والله ما ينفع. وعبد الله ابو تخه قال له وانا منعم عبد الحفيظ الترهوني المعركي افطن افطن يا ابو صاحب، ورا نحن معاك مش ضدك، وارجو انك تخليك في صفنا، وارجو انك تتفاهم معنا، ارى نحن قصه طويله، وان كان درت معنا حاجه هيك ولا هيك تحمل ما يجيك، لكن ارى نحن معاك قلبا وقالبا. معلقين حتى صورتك انا، وهذيم انصارك يا حفتر يا مجرم الحرب، هذيم انصارك. قل لي من تعاشر اقول لك من انت. طينه راكبه على بعضها. شفتوا يا اهلنا؟ شفتوا اللي قعدوا يمثلوا في المنطقة الشرقية ويمثلوا في برقة؟ شفتوهم؟ بالله عليكم ما تضايق كمش هذه، ما تحرق كمش جوه، ودرت عيالكم على سب المشهد هذا، على سب المنظر هذا. وما زالتوا تشوفوا طينة أخرى حتى هي أشهر من هذا. خلينا نشوفوا هاي، هاي خذ لك، هاي خذ. هذا غير داير دار اغنيه دفنقي وصخ وعفن، ما بيناش نطلعوها الكامل الاغنيه، بس يعني احتراما للمشاهدين الكرام، واحتراما لامهاتنا وبناتنا واخواتنا، احتراما لهم ما بوش نسمعوكم. لكن هذا مريض ريتوه، هذي هم انصار حفتر، ريته حط صوره حفتر لاورا، ريته لو يغني ويرقص معاني ويشير وكذا. ريته الزبانية الاولين، هذي ما الازلام الاولين بكل المرضى، ريتوا المرضى. هذه هم الجماعة اللي بدلتوا بهم ثورة فبراير. رضيتوا بهذه النماذج وضحيتوا بثورة فبراير. أوريتهم حالات نفسية، حالات خليط سير في المنطقة الشرقية غريب، غريب أفكار ومواقف ونماذج تقول لا إله إلا الله، وين كانوا هذيما؟ هذيما اللي أيدوا في حفتر. إيش رأيك أنت؟ أريتوا ريتوا هالامراض والحالات النفسيه يعافيكم الله سبحانه وتعالى، حالات هذه ما يلطف الله بينا ان شاء الله، يلطف الله بينا. تفضلوا يا شباب. تعديل الزاويه بشكل عام وبدائما التركيزات الاجتماعيه تلقي حضرتك السلام، وتعتبرك قائدا عظيما واخا عزيزا وابنا بارا بهذا الوطن. عندما قامت او قام شباب المنطقه الشرقيه منطقه برقة بالكامل خلال 4 ايام كانت محرره، وهذا ان دل على شيء فانما يدل على ان برقة مهيئه للثوره اصلا. هذا ثروه الليبيين اللي موجودين عليها هنا من ابناء هذه المنطقه، هم حرس المشاعر، هم الذين يحرسونها من بدايه الثوره 2011 وحتى يومنا هذا، هم من أمنها ودون كل المشاعر. والسيد المشير خليفة حفتر ينادي بالانتخابات، واحنا بالفعل أيضا نبوا الانتخابات ولا نخاف من أي اعتداء أجنبي، لأن أهلنا معانا وقوتنا معانا وقائدنا الرئيس السيسي معانا.
هذين يا سيدي اللي مثلوا القبائل في المنطقة الشرقية، وأنا دائما نقول كم فيهم، هم اللي يديروا لهم في الهيلمان ويديروا لهم في البروباغاندا على أساس أنهم يثلوا قبائل، وأنا أقولها ونحلف عليها حلف، والله قبائلنا الحرة بريئة من هذه المناظر، بريئة من هذا النفاق، نفاق خماسي، نفاق خماسي. أيام القذافي ابننا البار، وأن الشعب كله يعاهدك ويبايعك، ونحن ما زلنا نقدسوك ونحن نحترموك ونحن هذا أيام القذافي طبعا. وأظن أن قبل يعني قبل ثورة فبراير بيومين على الأقل الكلام اللي توه قال للقذافي، قامت فبراير على طول غير الديسكة بتاعه والاسطوانة بتاعته، خلال 4 أيام أصبحت برقة محررة، إذن مهيئة برقة لاستقبال الثورة. ريت الكلام بعد بيتغير، ريت كيف نقلبوا فيه نحن، ريت كيف نتفنن في النفاق ونتفنن في الكلام. بعد طب لما طلعت لنا مسرحية جذران ورئيس المكتب السياسي وهلم جرة من هالحوسة، ولما احتل جذران الحقول النفطية طلع للبوق هذا المنافق ويمثل وان هذه يعني حقوقنا وهذا نفطنا وهذا رزق الليبيين وهذا كذا، وخذوه على طول تغير نموذج. لما حفتر قال الجذران اطقرة وقال عدي غادي واحتل الحقول، على طول المشير خليفة حفتر ينادي بالانتخابات، والله كذبت فيها هذه قولا وعملا، ونحن ايضا ننادي بالانتخابات، نحن معاك على دربك طوالي. بعدين طبعا راحت خفتت دوة حفتر شوية وشبه سقدوه الجماعة وقالوا خلاص مع شفة، قلبنا على السيسي هو القائد الأممي، وإن مصر العزة ومصر الكرامة وجيش مصر وجيش قوات المصرية وتقضي على الإرهاب. خبر شيء بكل بصراحة، خبر أنا كيف يتحمل عقل بنادم هالتقلبات هذه، كيف يتحملها الإنسان؟ ما بعد والله النفاق، كيف تتحمل برقة وهلنا في المنطقة الشرقية هالخبر هذا؟ والله برضو حتى هي بصراحة محتاجة دراسة، والله محتاجة دراسة فسيولوجية زي ما يقولوا، محتاجة دراسة نفسية. توني بيرسوا هذه ما 5 حالات، 5 أوضاع يتقلب فيه الإنسان. واو، يلطف الله بينا إن شاء الله. هاي عطونا يا شباب، هاي نحن كل ما قعدنا نطلع من تركينا نخشوا في تركينا، قاعد نعينوا في مجلس النواب والصمك اللي فيه، تو بيطلع لنا مجلس القبائل وقطافوني. ثم اللي قال لكم نبوا ليبيا نحن حكموها قبائل، ولا يتحكموا فيها قبائل، مما نبوش نحن جو القبائل هذا، ما اللي قال لكم نبوه؟ هذه أول حاجة. ثاني حاجة بعدين السيد الفندي هذا اللي حطيته لنا هني، هذا مثلا خلاص، ما تو كنتوا تقولوا انتوا غادي جماعه مغرب، يعني معليش مع احترامي، كنتوا تقولوا انتوا بوادي نتاع الرز واللحم، فالحين غير في الرز واللحم وشياب ومش عارف شنو. تو لما طلعت في تشتشه وفي هني بكي من وراء حاجه طلعت كويسه القبيله والقبليه، وزقبتوا دغري طبعا عمك الفندي والله العظيم بالمرافق يدف تبي. معليش الفندي هذا انا مع احترامي لما نعرفش الا تو ولمس، توين بي عمي الفندي لما كنا بنغازي يسحنوا فينا وبارقة بصفة عامة يسحنوا فيها، وين هو عمي الفندي؟ وين عمل طلع قال كلمة والله ني والله كان مطبس غادي معاهم لعند شمها قريبة وزرع زقب وني، وانا في الاول وفي الاخير العتب مش على الفندي، العتب على الذيول اللقاقة متاعنا لشنانيهم، انا والله ما وجعني للعيال يحترموا فيهم يسمعوا في كلامهم، وفي اللي منهم حتى مات والله قاعد يقاتل على خطرهم هم، هكي تبيعوها القضية هكي عادي، يجي الفندي قمعز يطب عليكم رئيس حكم مش عارف شنو شوالات متاع قبائل ليبيا، يعني شنو با يعني توا؟ بما معنى انا اللي فهمت ان كان الفندي بكرة يطلع يقول لا بنفتح النفط، نفتح النفط ولا لا تيارارا؟ والله يقول كم حاجة صحنت كبودنا سحنا شينا بكل، كل مرة طلع لنا فيلم كل مرة طلع لنا واحد يشوفه وكل واحد ينظر وواحد هني، انا حاجة واحدة بس ما يمثلنيش لقبائل امام قبائل، حتى كان محمش الفندي عليها دابينكم انتو هكي، انا معاش عندي ثقة لا في قبائل ولا في حكام حكماء والله نحن كنا نفهمه في الخط اللي ماشي غادي في الشرق هذا حيقعد لآخر فيديو هذا.
يا إما يسكت للأبد يا إما يسكتوا مؤقت حسب رأيي. يعني شفتوا بالله المشهد اللي غادي جبناه كم قبل الهفاك هذا، خمس حالات فسيولوجية تغير نفسي، القاقة على وذن وذنها، وإذا به هذا يقولها لها يقولها على رأس الفاندي وقبائل ومذرحة وشناني، يعني منظر أصبح يائس. يعني بصراحة نبيكم بس تتذكروا حاجة، تذكروا المشهد بتاع ثورة فبراير في بدايته في المنطقة الشرقية، شن فيه من جمال وشن فيه من مثل وشن فيه من أخلاق وشن فيه من قيم، تنسفوا هذين كلهم ويختزل المشهد في برقة بهذا الشكل اللي نوضي يتكلم وكل واحد يسجل لنا فيديو يطلع ويرسم لنا المشهد في برقة كيف سير. واعرة يا أهلنا، يا ريتكم بدلتونا بحاجة كويسة بصراحة، يا ريتكم بدلتونا بدولة بمؤسسات بجيش صحيح على قولكم، بشرطة بصحة بكهرباء ببنية تحتية بأمن وأمان باستقرار بدولة، دولة هيك هي بالدولة صحيح، يا ريتكم بدل، لكن بدلونا بهذا الشكل، يقعد المنظر بائس بهذا الشكل وتختزل القضية كلها من بدايتها، الإرهاب والقتل والكذا والكذا يختزل، تختم نبو المشير يحكمه على راسكم يطير، تختزل المشهد في ليبيا كله على المشير هو اللي يحكمه. يلطف الله بينا ويصلح الله حالنا إن شاء الله. تفضلوا. المستشار عديلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي والقائد الأعلى للقوات المسلحة الليبي والقائد العام للقوات المسلحة الليبي المشير خليفة حفتر، لنا مشكلتين كمصريين كقبائل مصرية لإخوتنا في إقليم برقة، بالإفراج الفوري عن الأستاذ الوزير كامل إبريك الحازي وزير المالية اللي تم اختفاءه قصري من شهرين ونصف، وطبعا هنا مطلب تاني، طبعا ابننا معالي الوزير عبد الله منصور ابن قبيله اولاد سليمان، وطبعا الاثنين هم ابناء قبيله بني سليم، وبني سليم يمتد الجغرافي سواء موروث تاريخي سواء حمض لو دي ان ايه، نرتبط رباط قوي من جنوب ليبيا من الجنوب الى الشمال من الاسكندريه غربا ومن دلتا مصر حتى شرق طرابلس، حدودنا استراتيجية موضوعة، وحنا كلنا جند تحت أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي في أي وقت. وطبعا عند تعدي يا عسكر سوسة يا منافق يا بوق امشي، هذا قال ريت حدودنا وين طبن، اللي طالعين هم وعلى راسهم المنافق بتاعهم الكبير هذا السيسي. احنا ما عندناش أطماع في ليبيا دي خالص، ما عندناش أطماع، نحن عاوزين الأمن والأمان في ليبيا، عاوزين نقسم الثروات بتاعهم. أريتها كيف طلع؟ أريت المجرم هذا المنافق هذا يطالب بشنو؟ يطالب بإطلاق سراح وزير المالية. يا جماعة قبائل مصرية هذه شنو علاقتها بليبيا؟ شنو الحوسة هذا؟ شنو المشهد الملخبط هذا؟ شيل المشهد اللي ما عرفنا ليش لا راس لا ذيل، تبع من انتو؟ من تبوا انتو؟ تبوا الروس ولا تبوا الاماراتيين ولا تبوا الفرنسيس ولا تبوا الفاغنر ولا من تبوا؟ بس قال نطالب باطلاق سراح وزير الماليه كامل ولا مش عارف اسمه الحاسي، ونطالب بالوزير عبد الله منصور اطلاق سراحه حتى هو. عبد الله منصور قال تربطنا به علاقه دم ونحن يجمعنا الجد من فوق، الله يعطاك الهد، الله يعطيك الهد شن جايبكم لنا بس، والله ما حكم واحد ونظر خير في عمره ونظر استقرار ونظر حياه، ولو كان فيكم فايده راكم نافعين بلادكم، اللي قاعد يقتل فيكم في الشوارع ويحبس فيكم ويعطب في حالكم واخرت قطعكم من العطش جاي تفصل على ليبيا. لكن احنا ما نلوموش بصراحه، ملو كم شنتوا نلوموا المنافقين اللي عندنا والأذناب اللي عندنا والعملاء اللي عندنا سواء كان سياسيين برلمانيين قبليين، كل هذيما الشلة الخونة هذيما
اللي باعوا ليبيا بيعة سودة وخششوا ليبيا في هالمتاهات وانضحك عليهم هم ويبي يضحكوا على الشعب الليبي أخا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح حالنا. نلتقي بكم في لقاء قريب في حلقة جديدة في عنوان جديد من برنامجكم اشراقة وطن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.